أبو الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة، وهي في وجه مبالغة فيها، ورحمن أشد مبالغة من الرحيم. الرحيم خاص بالمؤمن، وهو الرحمن الدنيا والآخرة. حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. كان العرب زي ما قلت لكم أنكروا اسم الله، الله واسم الله رحمن، قالوا وما الرحمن، ما نعلم الرحمن، لهم جاهلين به، يعني جاهلين كانوا بالاسم. الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله سبحانه وتعالى. الرحيم من جهة المؤمنين، الله سبحانه وتعالى بعث لكم رسول من أنفسكم حريصا وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. والآية الثانية بالمؤمنين كان إيه؟ رحيمة. حديث مش حديث كان قول لسيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول الاسمين دولت رقي، الرحمن ورحيم، ورقيقين يعني أشد رقة أحدهما من الآخر وأكثر رحمة. وحكى بقى ان هم ايه لما استشكلوا الصفه ديت وقالوا لسه كتير جديده علينا، لعله ارفق كما جاء الحديث ان الله رفيق يحبه، ده اسم من الاسماء، ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، ربنا بيحب الرفق في الامر كله، وانه الله عز وجل يعني يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ده اسقاط تربوي هنا لكل ام وكل مربي ياخد باله. احنا ان شاء الله هنفرغ الكلام ده بعد كده ليه؟ لأولادك، للمعاملة مع أولادك بالرفق، وهم يتعاملوا مع بعضهم بالرفق، وانت تعاملك مع الآخرين بالرفق. ده اللي نتعلمه، وده الإسقاط التربوي. لما نتعلم ونحكي مش بنحكي يا الله والله يخلي ده سورة الفاتحة دي طلعت جميلة يا سلام بقى دكتورة هلا قعدت تشرح، لا، احنا ناخد الأمور اللي فيها ونسقطها على قلوبنا، نؤمن بيها ونزداد بيها إيمان، ونتعامل بها بجوارحنا. عشان احنا كمان، هو انا لما باجي اشوف طفل عنيف او قاسي اقول مين من اهله، هتقولي كده شوفي لي مين من اهله بيعمل كده، ها فايه اللي يحصل، فاشوف. لكن لما يبقى بالتعامل برفق ولين وبهداوه يكتسب الطفل ده. الرحمن زي ما قلنا رحمن في ذاته، يعني صفه ذاتيه لله سبحانه وتعالى، في ذات ربنا من صفاته الذاتيه الرحمه، فهو رحمن مع كل حد. فالرحيم لا بالمؤمنين رحيما، وكان الله بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، ايه خاص بالمؤمنين. والرحمات الخاصة اللي بيوصلها ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين دي التربية الخاصة، لو جعلنا منها يا رب، دي الولاية الخاصة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا له تربية عامة للخلق كلهم وله تربية الخصوص، جعلنا منهم، قولوا امين. اعظم رحمة ان ربنا عرفنا بيه، اعظم رحمة ان ربنا علمك ان لك رب رحيم يرحمك. فمن يأس أبدا من رحمة ربنا. كان ربنا لنا لطف يعني إيه، لو جالك ابتلاء ولا أصبت ابتلاء فينزل معي المصيبة، ينزل معها الرحمة واللطف فيها تخففها. من رحمة ربنا علمك أنه هو الرازق الرزاق أبدا، فما تزل رأسك أبدا ولا تزل قلبك أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. علمك أنه هو يدبر الأمر الله سبحانه وتعالى، يفصل الآيات الله سبحانه وتعالى، دي رحمة. الرحمة زي ما قلت لكم رحمة خاصة بالمؤمنين، رحيم يعطيهم من الإيمان ومن حسن والرشد وحسن التصرف والثقة في موعود الله ما لا يعطيه لغيره. رزقنا يا رب وإياك، وقولوا أمين. أعظم رحمة الرحمة الخاصة، صلى الله سبحانه وتعالى يا رب جعلنا محل رحمته الخاصة يا رب من أوليائه الخاصة، اللهم أمين. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. عشان كده كان ابن المبارك بيقول الرحمن إذا سئل أعطاه، لو عشان كده نسأل يا رحمن يا رب اعتيني يا رب يا رحمن يا رحيم يا رب، ادعوا كده. إذا لم يسأل الله سبحانه وتعالى يغضب، لو ربنا ما أنت ما سألتوش يغضب عليك. حديث كان حديث ابن ماجه عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. أنت بتعالى سأل العبد يقول لك بتعبد زنان بطل ده مش عايزين نشوف، كل ما يشوفنا يسأل، لكن الله سبحانه وتعالى يغضب لو أنت ما لحقتش عليه. الله سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى. وكلمة الرحمن على العرش استوى، الاستواء باسمه ايه؟ رحمن. ودي ايه؟ الله لطيفة. بصوا الجمال، بصوا الجمال والشرح. قال لك الله سبحانه وتعالى، بصوا يا جماعة خليني واقفة هنا، القرآن فيه من البلاغة
وفيه من يعني لا مش من البلاغة بس، في من اللطائف والمعجزات. يعني مثلا ما بنيجي مثلا نتكلم احنا في أدوات مثلا التربية أو أدوات التفكير، 60 أداة من أدوات التفكير، يقولك اربط الفكرة بصاحبتها عشان تشدها، أو اربط الفكرة بالنتيجة بتاعتها، ودي تجر دي تجر دي. تمام. بصوا القرآن، بصوا التخيل حتى بتاع الآية الرحمن على العرش استوى. تمام. ها ايه ايه يعني؟ قال لك ذكر الرحمن، اسمعوا معايا بقى عشان دي حاجة بص تخلي قلوبكم ترفرف كده للقرآن. الرحمن مع العرش ليه؟ العرش أوسع المخلوقات. طيب الرحمة أوسع الصفات. الله. لنعرف ازاي لما ربنا ذكر مناسبة العرش ذات نفسها مع اسم الله الرحمن، أعظم المخلوقات العرش، أكبرها وأوسعها العرش، مش الكرسي، الكرسي موضع قدم، أما العرش أوسع، أوسع المخلوقات العرش، حتى إن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، للكرسي مش العرش، موضع كحلقة في فلاة، يعني كرسي أوسع من السماوات، 7 سماوات وسبع أراضين، أيوة. أما العرش إيه؟ لا، حلقة في فلاة يعني في صحراء. الكرسي أصغر من العرش، العرش أعظم منه. الكرسي موضع قدم الرحمن، والعرش هو سرير الملك، أعظم بكتير جدا من الكرسي لموضع قدم الرحمن. فإيه أعظم خلق؟ شوف العرش أوسع وأكبر المخلوقات، فأتى معه اسم الإيه؟ الرحمن. ليه؟ عشان يدلك على إن أوسع الصفات الرحمة، أوسع الصفات اللي بيعاملك بها الله عز وجل هي رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة أوسع صفة، أوسع صفات الرحمة. لم يقل بسم الله القوي، لم يقل بسم الله المتين، لم يقل بسم الله المجيد، لم يقل بسم الله الملك المليك، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لجميع الخلق برحمته لجميع المؤمنين. طب في خلق عوام وفي مؤمنين، طب المؤمنين نخصهم بزيادة رحيم، برحمة زيادة، الرحمة الخاصة. ولما ذكر الاستواء على العرش بالنسبة للرحمن، لاسم الرحمن، ليعم جميع خلقه برحمته. يا رب ارزقنا الرحمة دنيا وآخرة يا رب، قولوا آمين. وكان بالمؤمنين رحيما، خصهم باسمه الرحيم زيادة على الرحمة، الله عليه. فدل على إن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين دنيا وآخرة لجميع خلقه. طب الرحيم للخاصة للمؤمنين، عشان كده جه في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اسم الله تعالى الرحمن خاص به، أيوة، لله فقط، ولم يسمى به غيره. بس لما جه مسيلمة الكذاب وقال يسمى برحمن اليمامة، والله كسى الله عز وجل جلباب ورداء الكذب وشهر به باسم، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب المثل به في الكذب من أهل الحضر والمضر والوبر كله وأهل البادية والأعراب. طب الرحيم، الرحيم قلنا رحيم صفة للمؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى، يبقى الرحمن صفة خاصة لله عز وجل، الله فقط. الرحيم الله عز وجل وصف بها غيره، زي ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليكم على أنفسكم، عزيز عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ادى صفة من الصفات.